أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. لا يزال الكلام في القواعد الفقهية. وصلنا إلى بحث مهم جدا جدا مهم. ما هو الفارق ما بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ شنو الفارق ما بينهما؟ أنا شلون أفرق ما بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ المصنف راح يبين ثلاثة فوارق مهمة. يقول أما القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية فنتيجتها الانطباق، وأما القاعدة الأصولية فنتيجتها الاستنباط. هذا الفارق بينات. يقول المصنف في الفارق الأول: نحن عندما نأتي إلى القاعدة الفقهية ولنقل أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء تحكم عليه بالطهارة إلى أن تثبت نجاسته وتعلم بنجاسته وتتيقن بنجاسته. أنا جئت إلى دار معين أجرته أو بيت معين أجرته، لقيت بداخله ماء، حوض ما الماء، هذا الماء طاهر لو نجس؟ أقول أنه طاهر، ما دام أنه ماء مشكوك فهو طاهر إلى أن أتيقن نجاسته. زين، أو جئت إلى ثوب معين، طنيا هدية، قالوا هاي الثوب دشداشة، سترة، قميص، بنطرون، قالوا هذا هدية إليك، أو أنا اشتريته من محل معين شكيت أنه نجس وطاهر، شو تقول أصالة الطهارة؟ طاهر، تقول أنه طاهر. أنت عندك علم النجاسة؟ ما عندك علم النجاسة. زين، وهكذا. إذن ما هي الوظيفة التي تقوم بها أصالة الطهارة؟ هاي القاعدة الفقهية. شو تسوي؟ تنطبق على هذا المصداق فتجعله مندرجا تحتها، وتنطبق على المصداق الآخر فيكون قسما من أقسامها. فوظيفته أصلا شنو؟ الانطباق على مصاديق من نفس القاعدة، تحمل مضمون القاعدة. يعني هسه أنا الماء هذا من جيت له، الماء شنو حكمت عليه؟ بمن حكمت؟ بالطهارة. عفية، الطهارة من ضمن قاعدة أصالة الطهارة، لو يختلف عنها من ضمنها جزاكم الله خير. واضح؟ من اجيت وحكمت على هذا الثوب بالطهارة، الطهارة من ضمن قاعدة أصالة الطهارة، لو يختلف عنها من ضمنها. فهنا انطباق، هذا انطباق، انطبقت قاعدة الطهارة على طهارة الماء وعلى طهارة الثوب وعلى طهارة الفرش وعلى طهارة الإناء، وما هذا انطباق. هذا زين. أما بالنسبة إلى القاعدة الأصولية، شو يسوي القاعدة الأصولية؟ ها فوظيفتها الاستنباط. الاستنباط نتائج مغايرة لمن؟ للقاعدة. هذا معنى الاستنباط، النتائج اللي راح أخرج بيها مغايرة لمن؟ للقاعدة. مثلا خلينا نجيب قاعدة أصولية، خلينا نجيب لنا رواية. الرواية شو تقول؟ الرواية تقول مثلا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم ابن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة.
مثلاً أسعي يقول حماد أنا هيك السنة هات جبت منيم شو تقول؟ إذا غلى العصير العنبي فإنه ينجس. عصير عنبي عصير مال العنب هذا العنب أعصره أجمع بإناء هذا إذا خلي على النار وغلى فإنه يحرم يعني محرم الشرب. تعال جيب قاعدة شنو حجية خبر الآحاد. شنو حجية خبر الآحاد؟ شو تقول القاعدة؟ كل راو كل ثقة فخبره حجة. يعني كل راوي ثقة ثبتت وثاقته هذا يجب الأخذ بخبره. سوي قياس من الشكل الأول. حماد بن عيسى ثقة ثبتت وثاقته. رجعنا الكتب الرجالية قالوا علماءنا المتقدمين أنه ثقة. حماد بن عيسى ثقة. هاي الصغرى. الكبرى شين قالت؟ وكل ثقة خبره حجة. النتيجة حماد ابن عيسى خبره حجة. شنو معنى خبره حجة؟ يعني يجب الأخذ به من لا لا بخبره مو رأي بالكلام الناقل من المعصوم. هو شنو نقل من المعصوم؟ حرمة العصير العنبي إذا غلى مو هذا؟ فإذا أعملت هاي القاعدة الأصولية نتيجتها شنو النتيجة؟ ثبوت حرمة العصير العنبي. واضح أو مو واضح؟ إذا القاعدة الأصولية من أطبقها مثلا صيغة افعل حجة اجت هاي قرآنية ايش قالت؟ أقيموا الصلاة. أقيموا صيغة افعل. أقيموا صيغة افعل وصيغة افعل حجة. إذا أقيموا شو تصير؟ حجة. إقامة الصلاة واجبة. نتيجة تطبيق القاعدة الأصولية راح أطلع بنتائج مغايرة لأن وجوب الصلاة هو نفس قاعدة حجية صيغة افعل. لا مو نفسه. حرمة العصير العنبي هو نفس قاعدة كل ثقة خبره حجة. لا مو نفسه. واضح؟ فالنتائج بالاستنباط مختلفة والنتائج بالتطبيق غير مختلفة. فالقاعدة الفقهية من أطبقها على مصادقها راح تعطيني نفس المضمون نفس الحكم مو حكم مغاير. المصداق يقول بحكم الطهارة والقاعدة تقول بحكم الطهارة. بينما القاعدة الأصولية شو تقول؟ تقول يجب الأخذ بخبر الثقة والنتيجة حرمة العصير العنبي. يجب الأخذ بصيغة افعل والنتيجة وجوب الصلاة. وجوب الصلاة مو نفس صيغة افعل. كلام واضح لا مو واضح؟ فهذا الفارق الأول اللي بين المصنف اللي هو شنو؟ القاعدة الفقهية نتيجة التطبيق وظيفة التطبيق على مصادق لا تختلف عن مضمون القاعدة. والقاعدة الأصولية نتيجة الاستنباط. واضح الكلام؟ هذا الفارق الأول. أما الفارق الثاني والثالث يأتي عليهم الكلام. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.